باسمكم باسم جميع مكون في نادي الرجاء الرياضي كنشكروا وكتقدموا لي بالشكر وبالتقدير وبالامتنان، اولا على العمل ديالو، ثانيا على الاخلاص ديالو، ثالثا على الروح الايجابيه اللي طبعات اللقاء اللي طبعات العمل ديالو في الرجاء. الله يسخر فيك الله يسخر لك وليداتك، نتمناو كامل التوفيق ان شاء الله. وبما انك طبعتي التاريخ وديتي كاس صاحب الجلاله محمد السادس، ما يمكننا الا ان نعطوك الهديه هذه اللي فيها، لان فيها الفوز يرتبط بوجدان نادي الرجاء الرياضي، وكنتمناو لك التوفيق ان شاء الله، والرجاء دارك وبيتك ومحلك. انا جبور مرسيكم، ميرسي عليكم. كيفما سيد وزير، هي الفترة حلوة ياسر، جيت في فترة صعيبة، الفترة هذيا الحمد لله توجناها وظهرنا، وأن الرجاء بالجمهور وبلا جمهور فريق تاع تتويج. نمسي تو الموند الكل، خاصة خويا الكبير الطاوي، قعدنا مع بعضنا وعدينا الوقت الباهي والوقت الصعيب. ميرسي تو الموند. انت يا خوافك العاده ديال الخطا تخاف من الماتشات؟ لا لا تخاف من كل شيء. انا فريمون جبت تري كونتون اللي عرفت ناس وعرفت عائله كبيره، وانا ديما نقول الابواب ديما مفتوحه، ربما في يوم من الايام نمشي نتنفس نعاود نعبي البطاريه من جديد، وربما في يوم من الايام انا قاعد هنا بعد مباراه مستير قلت له يا اخي ساعود بعد شهرين انا اللي رجعت. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله رين جماعية كبيرة، فريق كبير فيه رجال، عرفت هيئة مديرة القديمة كانوا فيها برشا رجال مشهورين، عرفت هيئة جديدة قيادتكم إن شاء الله ربي ينجحكم، وأي حاجة تستحقوها فنيا أنا حاضر. الله يشعلش. وربي ينجح المدرب الجديد، لأن إذا كان نجح المدرب الجديد ديما الرجاء، والرجاء ديما تكون قدوة في الدوريات.